اكيد كلنا عنا ضغوطات، ولكن في اشخاص محدده بينتقلوا للجانب العملي والمادي وبصير هذا الجانب من اولوياتهم، ومع الوقت وبتتغير ملامح حياته لهذا الشخص، وبتصير علاقاته الاجتماعيه والروابط الاسريه بتاثر سلبا على حياته المهنيه والعمليه، وبالعكس تماما. وهي العلاقات الاسريه ممكن كمان انه تصاب بالفتور نتيجه انشغال هذا الشخص بس بالجانب العملي والمهني. اليوم يا سلمى، صحيح حفاف، مو بس هيك، يعني نحن بشهر رمضان المبارك، هالشهر يلي ربنا وصانا فيه انه نحن نكون ايد واحده، نكون سوا مع بعض، العائله كلياتها تجتمع، فبالتالي هو شهر توطيد العلاقات ان كان الاسريه وان كان الاجتماعيه، شهر الترابط والتراحم والتكافل، فكيف ممكن يجتمعوا مع شخص بعيد تماما عن كل هي الصفات، وانه كيف يقدر يرجع مره ثانيه يقوي هي العلاقات ان كان بحياته الشخصيه وحتى بحياته الاجتماعيه. كل هالاسئله والتفاصيل رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره تغريد مسلم، وهي استاذه بعلم الاجتماع بجامعه دمشق. يسعد صباحك دكتوره ورمضان كريم. يسعد صباحك، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. صباح الخير دكتوره. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم عم نحكي على موضوع ان كان بالشهر الفضيل ولا نحن بالايام العاديه، كثير من الاشخاص بينشغلوا بالجانب المادي والعملي، والعلاقات الاجتماعيه والروابط الاسريه بتروح خالص. خلينا نحكي على اهميه العلاقات الاجتماعيه اليوم وخصوصا بشهر رمضان. صحيح، العلاقات الاجتماعية ضرورة، حاجة وضرورة بكل وقت وبكل زمان، برمضان وبغير رمضان، لكن بيتسلط عليها الضوء أكثر برمضان كونه بيجي هالشهر الكريم بالتعاليم الفضيلة اللي هي بترجعنا لأصولنا لمعتقداتنا، وبتخلينا نرجع نقرب من رب العالمين أكثر وننفذ التعاليم اللي اجت فيها دياناتنا السماوية اللي هي نتواصل. أول شيء نحن نعمل صلة الأرحام، نرجع نتواصل مع بعضنا البعض كأسرة، كعائلة واحدة، كعائلة أكبر، كعائلة ممتدة، إنه يكون في تواصل للأهل والأقارب والجيران وحتى نكون واقفين كلنا لجنب بعض. فهي ضرورة بهذا الشهر وضرورة بكل وقت وبكل زمان، لكن نحن مثل ما قلتي إنه بالسنوات الأخيرة الضغوط والمشاكل والأعباء الكثيرة وضيق الحال خلى كل واحد فينا إنه يتوجه إنه يهتم بحياته وبيأمن متطلباته على الصعيد الدائرة الأضيق، وبدأ الدائرة الأوسع يقل الاهتمام فيها وتنحسر العلاقات ضمن الأسرة الصغيرة اللي هي يعني يدوب رب الأسرة يلبي الاحتياجات. بيجي الشهر الكريم وبيجي بيضولنا انه نرجع لهالقيم ولهالمعتقدات ولهالفضائل هي، نرجع نتواصل مع بعضنا البعض ونرجع نعمل يعني هالجمعات مع بعض، ولو انه الوضع اقتصادي صعب وما حدا بيقدر يعزم حدا، لكن اللقمه اللي بتكفي شخصي بتكفي 100، يعني اسمه هاللقمه مع بعضنا البعض بتعطي صحه وهنا وراحه وخير اكثر بكثير من انه يكون شخص لحاله عم ياكل. ومرحبا وكيفك ببلاش كمان. صحيح صحيح. والحقيقة أنه إحنا صرنا نشوف، يعني كنا ببداية الشهر الكريم الناس تروح تبارك لبعضها بالبيت، هلأ بكفي نعمل واتساب للكل وخلاص عملنا الواجب، وهذا مشكلة. صحيح دكتورة. خلينا نحكي شوي اليوم بما أنك ذكرتي أنه كيف تغيرت العادات بين زمان وبين هلأ، كمان المبالغة يعني عند البعض، في بعض الناس بيبالغوا بالشهر الفضيل إن كان بالموائد إن كان بأسلوب البروزة مثل ما بيقولوا. صحيح. هذا الشيء كمان مرهق اجتماعيا وممكن يساعد أنه يزيد المسافات بين بين الناس اللي عندها مستوى معين ما نقدران تجاري هاي الأشخاص، إضافة لاستخدام التكنولوجيا، صار ضاء العصر، صارت المهم أنا أصور الأكلة ونزلها على الإنترنت، فرجي الناس شو ساويت شو عملت. قدي هذا الشيء كمان بيأثر على مجتمعنا بشكل بيأثر عام. نفسيا واجتماعيا وهو غير أخلاقيا كمان، يعني هذا العمل لما أنت كشخص أدران يكون عندك أكثر من نوعين وثلاثة وتصور وتعرض للآخر اللي هني محرومين، أنت هذا ما بقى أنت عم تأدي الفريضة اللي لازمة منك، ولا أنت عم تكون بأخلاق وبالتعاليم اللي أنت عم تؤمن فيها أو عم بتمارسها، أنت هون عم بتمارس سلوك لكن خالي من المضمون.
بالعكس نحن بدنا نحس بالآخرين، بدنا نحس بالآخرين ونساعدهم، واللي عن واللي عنده يعطي اللي ما عنده، مو إنه أنا اللي عندي بدي أتباهى فيه وأعرضه وخلي الآخر يحس بالنقص ويحس بالحسد ويحس بالنقمة على الآخر اللي هو عنده واللي أنا ماني متوفر عندي. بالعكس أنت الخير اللي بدك تعمله إنه من اللي عندك تعطي الآخر يلي ما عنده، فهذا الشيء يعني منه مقبول نهائيا. هدول اللي عم بيصوروا واللي بيعرضوا ما لديهم أمام الآخر المحروم، أنت عم تزيد حرمانه حرمان وعم تزيد الأسى وعم تزيد له الألم اللي هو موجود عنده بهذا الشهر اللي أنت المفروض أنك أنت عم تخفف ألم الآخرين. بالإضافة المبالغة، هذا مبالغة كمان هي مانا يعني من تعوال ولا يعني ولا تسرفوا، يعني هذا ضمن مانا من تعاليمنا كمان الإسراف، وأنه نحن نزيد ونحاول أنه يكون في عنا يعني أشياء نحطها كلها بيوم تاني يوم تنكب، فأنت حرمت آخر هو بحاجته، فهالأشياء هي كلياتها مرفوضة وإلى آثار نفسية ومثل ما قلنا اجتماعية وحتى أخلاقية إلى أثر السلبي الكتير كبير، لابد من أنه نحن نهتم فيها، وياريت كل شيء عم يسمعنا ينتبه لهالتفاصيل وما يكون فيها. طيب دكتورة، خلينا اليوم هيك نحكي شوي على الجيل الجديد والمراهقين واللي أعمارهم شوي صغيرة، بيضلوا ملازمين الهواتف بإيديهم وما بينسوا أبداً أنه أنا هاتفي لازم يضل مرافقني كل الوقت، غير أنه اهتمامه بمحيطه بعائلته باللي حواليه ما في أي اهتمام أبداً. اليوم كيف نحن فينا نواجه هاي المشكلة ونحد منها؟ صحيح، الحقيقة انه هون هي التواصل بالانترنت والتليفون والوسائل الافتراضية وسائل التواصل يعني هي ملازمة ولا تتجزأ، بالعكس صارت عم تاخذ مساحة اكبر، لكن بالشهر الكريم لازم انا يعني كرب اسرة كأم كأب نبه الابناء، وانتم كمان كأبناء لازم انه ينحد من هالوسائل. طيب انت هذا الشهر اللي انا بدي انا يكون تواصلي مع ربي أكبر، بدي زيد مساحة التواصل مع ربي، بدي أرجع فيها لربي، بدي أتواصل مع أسرتي مع عائلتي. إذا أنت عاطي لهالمساحة الافتراضية المساحة الأكبر من حياتك، كيف أنت بدك تقوم بهالتعاليم هاي؟ كيف أنت بدك هالواجبات المطلوبة منك تقوم فيها؟ فلابد من أنه نحن نقيمة على جنب، وخاصة أنه نحن برمضان فترة الإفطار اللي هي بتجمع العائلة، فيجب أن تلغى كل هالأدوات الجديدة، كل هالمدخلات اللي دخلت على حياتنا، هالمدخلات التكنولوجية تكون على جنب، ونرجع أقل ما يمكن على مائدة الإفطار، يكون نحن عم ناكل مع بعض ونحكي مع بعض ونتواصل ونترحم مع بعض ونكون حاسين ببعض، ومو أنه نحن عم ناكل ونصور وعم نبعث، ونحن عم ناكل ونبعث، فهذا صار يعني سلوك غير صحيح، سلوك شاذ. فمثل ما أنا بهذا الشهر عم بتذكر ربي وبدي قوم بالفرائض وبدي صلي وصوم وأعمل خير وزكي وكل هالأشياء هي، كمان التواصل هو واحد يعتبر أنا بعتبره من الفرائض كذلك. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن شيء يمكن هو من أساسيات الشهر الكريم اللي هو المودة الرحمة التسامح. كتير أوقات بيقولوا إذا أنت زعلان من حدا برمضان لازم تصالحه. صحيح. لازم تلتقوا مهما كانت المواقف صعبة. للأسف يمكن جزء كبير من الناس حاليا عم يتعرض لدراما، بعض هاي الدراما الاجتماعية بعيدة تماما عن هاي القيم، إن كان التسامح أو عم نشوف العنف، عم نشوف أخوات عم يقتلوا بعضهم، فقدي مهم نرجع فعلا لقيمة الحقيقية لهذا الشهر اللي هي أنه نقدر نسامح. صحيح، التسامح واحدة من الأشياء، والمساعدة وحب الغير وأنه نعطف على الغير ونحترم الغير ونكون نعاون الآخرين، هاي من التعاليم والأشياء اللي نحن بدنا نقوم فيها برمضان وبغير رمضان، وما بالك برمضان بيسلط الضوء عليها أكثر. طيب نحن شفنا بالسنوات الأخيرة ما طرأ من سلوكيات وتغيرات على الشعب السوري هو ليس من صفات الشعب السوري، ناتج ظروف وحرب ومتغيرات كثيرة خلت يكون في عنا يعني منشوف ضمن العائلة الواحدة الإخوات ما بيتواصلوا مع بعض. إذا رحنا على القصر العدلي ومركز القضاء منشوف غالبية المشاكل كلها إرث وأخوات ومشاكل بين الإخوات، مين بده ياخد أكثر
حصص أكثر، قيمة مادية أكثر، يحصل عليها أكثر من الآخر، وكل هالخلافات كلها موجودة. بيجي الشهر الكريم مفروض نحن نحط كل هالخلافات على جنب ونرجع نتواصل مع بعض ونرجع يعني نتسامح، يعني اللي في مشكلة بين بعضهم البعض يسامحوا بعض ويرجعوا يتواصلوا، وتكون هي فرصة للناس لترجع تتقرب وترجع لبعضها. لا مو بس هيك، نحن اجت الدراما عم بتعزز العنف، واللي عم بيصور لي المرأة بطريقة يعني عنيفة، وعم يصور لي الشعب الأسرة كيف الإخوات عم بيتقاتلوا بعض. صحيح هي هالصور موجودة موجودة، لكن أنا كمان هاي المفروض يكون في عندي صورة بالمقابل عم تعطيني الصورة المثلى اللي لازم نحن نرجع لإلها، لأنه عم تعطي أعذار للبعض. إيه هي واقعنا نحن هيك، يعني عم بيعزز اللي هو موجود عنده وعم يعطي مبرر إنه إيه هاي الكل هيك. لك حتى الدراما كمان عم بيعرضوا الكل هن موجودين بهذا الشكل، فأنا هون لا، المفروض الدراما تكون عطت صورة مقابلة. طيب صورة خلينا اللي هي لازم تكون صحيحة. خلينا دكتورة هيك نحكي عن شيء كتير مهم، بما أنه الوقت شوي داهمنا، العلاقات الاجتماعية اليوم والروابط الأسرية، كيف نحن ممكن نضل محافظين على قيمة الموجودة، على الشيء الحلو اللي موجودة فيه بدون ما يكون في أي خلافات؟ يعني مو المهم أنه نحن نجحنا، المهم نحن نستمر بالمحافظة على هاي العلاقات. صحيح، المحبة ترجع تسود، المحبة والرحمة واليقين، نرجع كلنا لرب العالمين. يعني كل هالتغيرات بالقيم وبالسلوكيات أنه نحن بعدنا عن قيمنا، عن معتقداتنا، بعدنا عن ربنا، بعدنا عن تعاليم اللي اجت فيها دياناتنا. فنحن نرجع لربنا، وفي رب موجود، وما لا ما بيصير للانسان الا مثل ما ربه كاتب له، لكن كمان انك انت تسعى. فلذلك نرجع نحن لقيمنا هاي الفضله وفضائلنا والمسامحه ومحبه بعضنا البعض، نرجع يعني نآمن بوجود رب العالمين والقضاء والقدر. هالاشياء هي اللي شفت انا بالفتره الاخيره انه كانه عم نتجاهلها وبدانا نتناساها. طيب دكتوره شو الحل برايك؟ يعني اليوم نحن عم نحكي عن شوي مثل ما قلتي حضرتك بعدنا عن الروابط الاجتماعيه، اليوم شو الحلول اللي ممكن تقترحيها لحتى نقوي هي الروابط؟ الحلول بتبدا بنرجع للنواه الاساسيه بالمجتمع اللي هي الاسره. الاسره من ترجع الاسره لعلاقاتها الطبيعيه، لقعدتها مع بعضها. خلينا نطلع من قعده الافطار مع بعض، الكل على مائده واحده، والكل عم يعني اللقمه اللي بايده يقسمها بينه وبين اخوه، وكل حدا يعني اللهم نفسي وبس، يعني يقسم بين أخوه، يحب لأخوه مثل ما بيحب لنفسه. نتحاور مع بعضنا على طاولة الإفطار، الأب والأم يوصلوا هالقيم ويدعموا هالعلاقات بين الأبناء. وأنا كأب، أنا أنتوا قاعدين مع بعض هلأ، قيموا الجوالات على جنب، خلينا كلنا نتحاور ونحكي بالقيم وبما هو موجود، وما هو الصح وما هو الصواب، ما هو الخطأ. هالأشياء إذا بدأناها ونمارسها قبل ما أنا بدي أحكيها مع أبنائي، بدي يكون أنا عم بقوم بهالسلوكيات، لأنه الأبناء السلوكيات السائدة هو اللي بيضل يعني بتكون مزروعة بعقله العميق وبذاكرته العميقة وبنفذها. فلذلك يعني، وبالإضافة للضوابط والحدود، المسموح والممنوع ضمن الأسرة، نرجع للضوابط، نرجع للحدود. هالضوابط هي اللي بترجع تقوم لي سلوك هالأسرة. تقومت سلوك الأسرة، تقوم سلوكه لهالفرد بالشارع، تقوم سلوكه بالمؤسسة بأي مكان تاني، وبدأنا نرجع نضبط مجتمعاتنا بشكل أكبر، وبتجي بعدين الضوابط من الجهات الأكبر أو الجهات المجتمعية. لكن إذا أنا ما عندي ضوابط ضمن الأسرة، ما رح يكون في ولا رادع ولا ضابط بيأثر على أفراد هالمجتمع. أكيد بالختام بدنا نتمنى الوفق للجميع، وشكرا لك دكتورة تغريد مسلم. شكرا لك، وأنا بتمنى المحبة والسعادة ورمضان كريم على الجميع. نعد عليك بكل خير، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. وعليك يا رب، شكرا.